مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده من حديث الناس. دائما في حديث الناس على الهواء مباشره دائما نتحدث عن ما يخص الناس وما يهم عيش الناس والراهن السياسي بكل ما فيه الان من تعقيدات. نتحدث عن الاليه الثلاثيه وما تقوده الان من حوار لتسهيل العمليه السياسيه ورعب الصدع بين الفرقاء السودانيين لم تبارح مكانها، ونحن نتحدث عنها الآن بين كثير من الآراء الرافضة وكثير من الآراء أيضا المنتقدة لما تقدمه من نهج، وأيضا كثير من الداعمين لهذه الآلية الذين يرون أنها الآن هي مخرج للسودانيين. البعض ينتقد السودانيين بما فيهم المؤسسة العسكرية والمدنيين بأجنحتهم وتجمعاتهم المختلفة بأنهم الآن لا وجود لأي رؤى سياسية أو مشاريع مطروحة، ثمة مبادرات عدة في عدد من الأمكنة، منها مبادرة جنوب السودان، ولكن الآن الكل ينتظر السياسية وقراراتها وربما اجتماعاتها إلى أين ستذهب بالسودان. هذه الحلقة حلقة خاصة ما بين هذه الآراء الرافضة وهذه المكونات أيضا المختلفة التي تظهر جليا في هذه الحلقة التي لم تبدأ بعد، ونحن نتحدث عن هذه الآراء المختلفة بين السودانيين، بين الفرقاء المدنيين وأيضا العسكريين وأيضا المدنيين. أرحب بكم جدا وأرحب بكل الذين سينضمون إلينا تباعا بآرائهم أيضا على صفحة قناة النيل الأزرق وأيضا لمتابعتنا عبر الشاشة الزرقاء بعد هذا التقرير. المنتظر أن ينطلق بعد غد الأربعاء الحوار المباشر بين الأطراف السودانية لإيجاد حل للأزمة السياسية في الوقت الذي تواصل فيه الآلية الثلاثية لقاءاتها واتصالاتها مع الفرقاء السودانيين من أجل الوصول إلى صيغة مشتركة تدعم مساعي الحوار. في غضون ذلك أكدت الآلية أنها تبذل أقصى الجهود لإشراك أكبر عدد ممكن من ممثلي أصحاب المصلحة السودانيين، وأشارت إلى أن رفض البعض للعملية السياسية لن يعطل الشروع فيها، وأوضحت أنها ستدعو كل الأطراف الفاعلة، وإذا رفض طرف معين سنحترم قراره. يأتي ذلك في ظل تباين رأي القوى السياسية حول عملية الحوار الذي تتبناه الآلية، وبحسب مراقبون أن أبرز التحديات أمام الحوار قبول القوى السياسية به والاستعداد لتقديم تنازلات، بالإضافة إلى استمرار التظاهرات ورفع شعارات اللاءات الثلاث، فضلا عن عدم توفر الإرادة السياسية. وكان رئيس البعثة الأممية في السودان فولكر بيترس قد أوضح أن الوضع في السودان غير مستقر وليس هناك كثير من الوقت للسودانيين للتوصل إلى حل سياسي، وأضاف في جلسة إحاطة لمجلس الأمن الدولي أن المحادثات لن تنجح إلا في بيئة مؤاتية والأمر متروك للسودانيين. وفي إطار تهيئة المناخ لحوار جاد ينهي الأزمة السياسية، أصدر رئيس مجلس السيادة مرسوما لرفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد. إذن إلى أي مدى يمكن أن تعتبر عملية بداية الحوار المباشر بداية حقيقية للانتقال الديمقراطي واستقرار الفترة الانتقالية وإجماع أهل السودان نحو كلمة سواء، أم أن للأيام القادمة رأي آخر؟ هذه الأسئلة وعدد كبير من غيرها أطرحها على ضيوفي داخل الاستوديو. أرحب بهم جدا. أستاذ محجوب حسين القيادي بالجبهة الثورية، أهلا وسهلا بك. مرحبا، عظيم الشرف، تحياتي لك ولجمهور المشاهدين. أهلا وسهلا. إذن أيضا التحية والترحاب بالأستاذ أشراقة سيد محمود، رئيس الهيئة القيادية للحزب الاتحادي الديمقراطي. أهلا أستاذ أشراقة. مساء النور. وهي أيضا ترحابي بالسيد علي الشريف القيادي بالحرية والتغيير القوى الوطنية. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة ومسي على الشعب السوداني. أيضا يمتد ترحابنا إلى أستاذ عثمان أبو راس، ممثل حزب البعث العربي الاشتراكي الذي كان يجلس قبل قليل في هذا المقعد وقرر أن ينسحب من هذه الحلقة قبل بدايتها، وهذا هو الذي نتحدث عنه في هذه الحلقة، وأن الفرقاء السودانيين وصل بنا الحال إلى أن لا نكون على حتى يعني لا نتفق حتى على مبدأ سوداننا نتحاور حوله. سيد علي أبو راس نكون له كل الاحترام والتقدير، وهو دائما ما يأتينا في هذا البرنامج ويدلي مثل غيره من الفاعلين في الحياة السياسية الآن والمشهد السياسي السوداني بشكل عام، حزب البعث العربي الاشتراكي وممثلي
أيضا هم فاعلين. أستاذ علي أبو راس كان موجود قبل قليل معنا ولكنه قرر أن ينسحب من هذه الحلقة، له مطلق الحرية في رأيه. ولكن هذا السؤال الذي يطرح نفسه الآن، أن الفرقاء السودانيين وهذه المبادرات، المبادرة تلو المبادرة، لا تستطيع بأي حال من الأحوال أن توجد ربما أرضية أن يكون هناك حوار بين السودانيين، سواء كان حوار داخلي أو حوار بين المدنيين، دعك عن حوار بين العسكريين والمدنيين. يعني هذا الموقف ربما أطرحه مباشرة عن أستاذ محجوب، هذه الهوة الكبيرة، وهذا ربما يعني الحال وصل بنا أن لا نقبل وجهات النظر حتى بين السودانيين، وأن يكون ربما في أحوج الحالات نحن محتاجين إلى وسطاء مسهلين للعملية السياسية. أولا تحياتي لك مجددا، وتحياتي أيضا لضيوفك الكرام، وتحياتي للشعب السوداني وإلى كل شهداء المقاومة في البلاد. أعتقد تشيرين إلى نقطة مفصلية، ونقطة هي تتعلق بالثقافة السياسية. مسألة الآخر، أنا والآخر، هناك إشكال حقيقي في هذا السودان. مسألة الاعتراف بالآخر، الهوة بين الأنا والآخر، سبب إشكالات عويصة كما نرى الآن، وأشرت إليه في تقديمك. هذا يعود بنا إلى القول عدم قدرة السودانيين على إدارة الاختلاف. نحن كشعب سوداني من خلال تاريخنا السياسي الذي بدأ بعد الاستقلال، عجزنا تماما عن إدارة اختلافاتنا، هذه حقيقة. راكمنا خلال هذا المشوار الطويل بعد الاستقلال الفشل بكل عناوينه، إن أردت، في الشكل السياسي، الثقافي، المعرفي، الفكري، وأيضا حتى منظومتنا السياسية باتت فقيرة، غير منتجة معرفيا. نؤصل للفشل ونعيد إنتاج الفشل باستمرار عبر السيناريوهات مختلفة في هذا الوطن. أنا من وجهة نظري المطلوب الآن، هناك مرحلة تاريخية جديدة في السودان بدأت تتشكل بقوة جديدة بمفاهيم جديدة. هذه المرحلة التاريخية تتطلب أيضا قرار تاريخي يجب أن نتخذه نحن كشعب سوداني أو ممثلي لهذا الشعب في قوانا التقليدية وفي قوانا الحركية النقابية الثقافية الفكرية وحتى في قوانا الأهلية إن شئت. يتطلب منا أن نعلم أن هناك آخر في هذا السودان يعي أيضا دوره التاريخي والثقافي، ويريد أن ينضم إلى هذا النادي الوطني لنعمل جميعا إلى إعادة تشكيل هذا السودان بشكل مغاير. ما مضى كانت تجربة وطنية، أعتقد تتفقون معي أو لا تتفقون، محكومة بعنوان الأساسي، وهو عجز وفشل الشعب السوداني. تجربة وطنية عاجزة لم تنتج وطنا، أنتج مشروعا لوطن الآن هو عاجز، غير منتج، قاسي، في علاقة ضدية مع كل الشعب السوداني وفي كل قطاعاته. دولة لا تقدم حقوق ولا تقدم واجبات. إذن المطلوب منا جميعا التفكير في عمل في عقل نقد جديد يؤسس لهذا السودان الذي نراه يجب أن يكون مغايرا ويؤسس لمرحلة وطنية جديدة. وهذا يعود بي إلى ما أشرت إليه في مفهوم الحوار. هل نحن نريد حوارا كتقنية معرفية، أم نريد سجالا، أم نريد تناطحا، أم نريد إنجاز عمل قائم على مفهوم وطني جديد يؤسس لهذا الوطن بمفاهيم جديدة غير المفاهيم البالية التي أثبتت الآن أننا نعيش في موروث سياسي الكل يتفق معي بأنه موروث سياسي ميت. لذا القول الآن يجب لنا أن نعرف هذا الحوار، ماذا نريد من هذا الحوار؟ هل هو حوار أحادي؟ هل هو حوار قائم على طرفين، على أطراف، على أفكار متعددة، على وعي مغاير، على رؤية جديدة، على عمل نقدي أيضا للتجربة القديمة، أم نريد حوارا في إطار حقل التسويات، التسويات التي ما فتئنا أو ما انفك الشعب السوداني يديره باستمرار منذ تاريخه، بدأ من الستينيات، السبعينيات، الثمانينيات، إلى إنهاء ما أسميه بالإسلاموية
التي أرهقت الشعب السوداني. لماذا دائما سيد محجوب يعني هذا الحديث بهذا الوعي الكلي وهذه التجربة النضالية المتراكمة والتي يعني ربما أعطتك كثير من الخبرات في التعامل مع المشكلة السوداني بشكل حقيقي، وأنت قيادي أيضا بالعدل والمساواة التي تشارك الآن في الحكم ربما، وعندما تتحدث بهذا المنهج بهذه الطريقة وبهذا الشكل، لماذا لا يتنزل كل هذا التفكير وكل هذا الوعي، لماذا لا يتنزل عندنا عندما نأتي لممارسة العملية السياسية؟ الأمر لا يتعلق بمشاركة. العدل والمساواة تنظيم سياسي ضمن تنظيمات سياسية لها قادة عملية مقاومة مسلحة دفعت فيها الثفير، ليس من أجل الوصول للحكم، سبقا وصلت إلى الأمدرمان، والغرض العمل على التفكير في وعي سوداني جديد وإنتاج نظام سياسي يشبه الشعب السوداني، لم يكن مغايرا ولم يكن مبتا من الشعب السوداني، في توليفة مشتركة وعملية منتجة في علاقة جدلية. الأمر الذي حصل أن العدل والمساواة الآن أتت بإدارة في إطار عمل قائم باتفاق دولي متفق عليه، سلام جوا. هذا السلام يفرض استحقاقات حقيقية، الغرض من المشاركة ليس من أجل استملاك السلطة أو الهيمنة على السلطة. نحن الآن شاركنا في إطار عمل مؤسسي ضمن اتفاق قانوني أفرز بعض المقاعد، نعتقد من خلال هذه المقاعد نريد أن نقدم تجربة مغايرة مختلفة. ومسألة المشاركة في حد ذاتها ليست هي أزمة في السودان، الكل شارك في هذا السودان، الكل الآن كما ترين الثورة السودانية تحركت ونضجت إلى أن وصلت حدها النهائي، ولكن في النهاية حصلت تدجيل لهذه الثورة نتاج عملية حصلت تسوية سياسية ما بين قوى العنف في الدولة بين قوسين وقوى النادي القديم إن صح التعبير، وأيضا تم خذلاننا آنذاك وكنا ندير حوارا وطنيا في أديس أبابا يتعلق بالوثيقة الدستورية التي أنتجت ليلا في الخرطوم ونحن نتفاوض في جوبا في عملية مراوغة كانت قريبة لما أسميه بالاستهبال السياسي الغير متوقع. شكرا جزيلا، سأعود إليك تفصيلا، ولكن أستاذة شراغة ربما يعني ما بين حضورك في الاستوديو لآخر مرة مستضافة وما بين الآن مياه كثيرة جرت تحت الجسر، وربما كنت تمثلين حزبا كان شريكا في الحكم مع نظام الإنغاز السابق، والآن بعد يعني ربما إجراءات 25 عادت مرة أخرى بعض الأحزاب المشاركة، ولكن تحت مظلة أخرى، تحت مظلة التنسيقية لربما أحزاب الاتحادي الديمقراطي مجتمعة، والآن مرة أخرى ربما البعض يقيم هذه التجربة بأنها تحرك نحو الأمام في رأب الصدع بين السودانيين المختلفين بشكل عام، والبعض الآخر يراها غير ذلك، كيف تقيمين هذه التجربة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا شكرا لك أستاذة نسرين وشكرا لبرنامجكم، وأنا عرفت أن عنوان الحلقة هو الآلية سنأتي إليها ما بين الرفض والاستجابة لها، وأريد فقط أن أجعل من هذا مقدمة لحديثي قبل أن أعود إلى سؤالي. فأنا أعتقد أنه السودان الآن يحتاج إلى الحوار ويحتاج إلى الحكمة، والحوار والحكمة بلا شك لا يمكن أن يتأتوا إلا بشمول لكل الناس بدون إقصاء، يعني هذا هو شروط الحوار الحقيقي الذي تكون فيه الحكمة وفيه الحديث الحسن وفيه الوصول إلى اتفاق، لن يتأتى هذا إلا إذا أبعدت نظرية الإخصاء والكراهية. ما بعد الثورات الدول التي تنجح فيما بعد الثورات لابد أن تسيطر عليها غيم المحبة ونبذ الكراهية ونكران الذات، هذه أشياء أساسية لنجاح الأمم يعني. وأمامنا تجارب عالمية كثيرة جدا، يعني أمامنا الثورة الفرنسية والحالات الانتقامية التي حدثت بعد الثورة الفرنسية والتي أدت إلى الفوضى وإلى آخره، وأمنا كثير جدا من الأحداث العالمية التي لا يتفق فيها أبناء البلد أو أبناء الأمة، ويحدث بعد هذا صراع نتيجة للكراهية والانتقام والسأرية. الأمم الحكيمة لا يكون فيها انتقام ولا يكون فيها سأر ولا يكون فيها إخصاء، وإذا حدث هذا لم نكن كنا سنحتاج إلى آلية ثنائية ولا ثلاثية ولا واحدة. نحن في الحزب الاتحاد الديمقراطي بنفتكر نفسنا ضمن أحزاب أخرى عريقة في هذا البلد، هذا البلد عنده أحزاب عريقة موجودة، عنده تجارب تاريخية
ده بلد حقق الاستغلال منذ بداية الخمسينات، وخاض ثورة سلمية وثورة مسلحة من 24، ثم بعدها ثورة فكرية سلمية أنتجت مؤتمر الخريجين، أنتجت الأحزاب السياسية، ونحن واحدة من هذه الأحزاب العريقة التي شكلت وجدان هذه البلد، ولنا دورنا وإسهاماتنا السياسية على مختلف الحقب السياسية. إذا كانت نظرية الإقصاء تقوم على من شارك النظام، أنا أفتكر أنها نظرية قاصرة جدا عن الطموح، نظرية قاصرة جدا عن الفهم الكلي لأمنيات الأمة في أن تبني أمجادها. أولا، نظام الإنقاذ حكم 30 سنة، وفي هذه 30 سنة لم يوجد حزب عريق، أنا أقول حزب عريق وقوي وموجود، لم يفاوض هذا النظام أو يشاركه عبر حوار أو عبر برنامج، وحتى وصولا إلى اتفاقية نيفاشا ومشاركة الحركة الشعبية بقيادة الراحل جون غيرن ودستور 2005 ووجود الحزب الشيوعي وحزب البعث. يعني تتحدثين أن كل الأحزاب شاركت النظام الإنقاذ؟ نعم، كل القوى السياسية حاولت، بعض الأحزاب لم تشارك نظام الإنقاذ، غليلة، أنا أتحدث عن الأحزاب العريقة الموجودة في هذه البلد بلا استثناء. يعني الحزب الشيوعي، هل الحزب الشيوعي ليس عريقا؟ هل الحزب الأمي كان ليس موجود عريقاً؟ الحزب الشيوعي شارك برلمان 2005، كانت فيه الراحلة فاطمة أحمد إبراهيم، كان فيه قيادات، كان استثنائيا، كان فيه قيادات الحزب الشيوعي، وقع الحزب رسميا في دستور 2005 وشارك رسميا في برلمان 2005، كان فيه قيادات الحركة الشعبية وعلى رأسهم ياسر عرمان ومختلف قيادات الحركة الشعبية، كان فيه كل الأحزاب السودانية، حزب البعث نفسه كان موجود في 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 برلمان 2005، كثير جدا من الأحزاب. نحن حزبنا جاء مع الشريف زين عبد الشريف زين عبدين الهندي بمبادرة للحوار الشعبي الشامل مع الإنغاز، بعده جاء حزب الأمة بقيادة الصادق المهدي، بعده جاء الحزب الاتحاد الديمقراطي بقيادة مولانا محمد عثمان المرغني في اتفاقية القاهرة، وقبلهم جاء السيد مبارك الفاضل المهدي في حزب الأمة الإصلاح والتجديد في ذلك الوقت، بعده جاءت اتفاقية ميشاكوس واتفاقية نيفاشا. ونحن تحديدا، حزبنا تحديدا، الهيئة القيادية خرج إلى المعارضة قبل ما لا يقل عن 5 سنوات من سقوط الإنغاز، ونحن ودنا حوار مع الحرية والتغيير لتوقيع اتفاق قبل سقوط النظام، ويشهد على ذلك اجتماع مشترك بيننا وبينهم داخل دار حزب الأمة. يعني إذا هم هسه الآن موجودين فليخرجوا وليكذبوا هذا الحديث. يعني كان لدينا اجتماع نحن كحزب قبل سقوط النظام لتوقيع الإعلان المشترك، واختلفنا في صيغة الإعلان، وصدر بيان مشترك من داخل دار حزب الأمة نحن موقعين فيه. هل وقعتم على الحرية والتغيير الوثيقة؟ وقعنا على بيان مبدئي داخل دار حزب الأمة، وكانت الخطوة القادمة أن يتم تعديل الإعلان بحيث أنه يسع أفكارنا أيضا، ولم يتم هذا وسقط النظام. ثم جاءت الحرية، وكان وقت الحرية والتغيير حديثة التكوين جدا، ثم جاءت الحرية والتغيير ورفضت كل هذا، وحتى هي تعلم تماما أن الموجودين في الثورة والذين شاركوا في إصغاء النظام يعلموا هذا، ولكن أيضا يصروا لمجرد وجودك في فترة من الفترات أنك كنت مشاركا في النظام عبر اتفاقيات سياسية، لمجرد هذا نسوا حتى النضالات الأخيرة للحزب وتوقيع اتفاقات معهم وبيانات مشتركة معهم. وأنا لا أتحدث عن الاتحاد الديمقراطي. هل تعتقدين بأن الآن يعني ربما هناك بعض الإصلاح لهذا المسار الذي استطعتم أن تكونوا داخل المشهد السياسي مرة أخرى وتدلوا بأفكاركم وأطروحاتكم السياسية؟ وطبعا إحنا كحزب سياسي بكل تجاربنا كنا نعلم أن السودان سيصل إلى هذه المرحلة. مرحلة قرارات 25 من أكتوبر كانت يعني بالنسبة لأي قارئ ومحلل سياسي واضح إنه البلاد مقبلة على شيء ما في ظل فشل الدولة بعد استلام الحرية والتغيير، والعملية الإقصائية التي مورست وتوقيع هذه الوثيقة الدستورية الخطيرة. يعني دي أخطر وثيقة في تاريخ السودان، دي وثيقة إقصائية جدا ووثيقة غير مكتملة وغير ناضجة، بحيث إنها تسع حتى خلافات الشريكين نفسهم. والحرية والتغيير قامت بإقصاء حتى شركاء داخل نداء السودان، يعني الحركات الكفاح المسلح، يعني قالوا حركات الكفاح المسلح تفاوضوا على السلام ووقعوا هم الاتفاق السياسي واغتصبوا السلطة والثروة داخل الخرطوم بهذه الوثيقة الدستورية. فالإقصاء تم حتى لشركاء الحرية والتغيير نفسهم، وتم للأحزاب التي خارج الحرية والتغيير، وتم لكل الشعب السوداني،
وبعد هذا صاحب هذا فشل إداري وسياسي كبير، كان من المؤكد أننا ذاهبون إلى مرحلة. وأنا أفتكر أنه الذي حدث في 25 أكتوبر هو أفتكر أفضل الخيارات التي حدثت. كان من ممكن أن ندخل في نفق سيء جدا، أن ندخل في فوضى، أن ندخل في حرب أهلية. البلد كانت ماشية على حرب أهلية، كانت ماشية على انفلات كامل. فالذي حدث في 25 أكتوبر رغم أنه ما في شخص يغبل الانقلابات العسكرية، إحنا بالذات حزب ديمقراطي لا نقبل الانقلابات العسكرية على الإطلاق. كيف توصفينا؟ أوصف ما حدث الذي حدث في 25 أكتوبر هو اختلاف بين الشركاء واختلاف بين المدنيين قبل أن يكون خلاف بين المدنيين والعسكريين. وإحنا اللوم على الوثيقة الدستورية نحن ما بنلقيه فقط على الحرية والتغيير. الحرية والتغيير لديها شريك من الجانب العسكري في الوثيقة، ما كان على الجانب العسكري أن يوقع هذه الوثيقة مع الحرية والتغيير وهو يعلم أن كل الشعب السوداني خارج هذه الوثيقة الدستورية. أذكر أني سألت أحد قيادات العسكرية التي وقعت هذه الوثيقة، لماذا وقعتم هذه الوثيقة مع هذه الغلة التي لا تمثل الشعب السوداني؟ فقال والله الناس اطلعوا يوم 30 يونيو لو تذكروا قبل توقيع الوثيقة بيوم، اللي هو بعد بيان البرهان الأول اللي حصل فيه الخلاف الاستراتيجي، والله طلعوا ناس كثيرين مؤيدين، جماهير كثيرة في الشارع. فقلت له ديل ما جماهير الحرية والتغيير، ديل ما جماهير الحرية والتغيير على الإطلاق، ديل جماهير الثورة السودانية، بيعبروا عن كافة التيارات السودانية السياسية الموجودة في الشارع السياسي وبعضهم غير منتمي سياسي. فأنتوا وقعتوا معهم على أساس إنه ديل جماهيرهم، بعد شوية حيتضح تماما إنه الحرية والتغيير التي وقعتوا معها ليست لديها ولا 1% من هذه الجماهير التي خرجت إلى الشوارع. وقد حدث الآن الحرية والتغيير ليست لها علاقة بهذه الجماهير الموجودة في الشارع، وليست لها علاقة بالثوار ولا حتى الذين هؤلاء يزغطوا شهداء تقبلهم الله. أنا حزينة جدا لأن أحزاب الحرية والتغيير المجلس المركزي هم في وادي، وهؤلاء الشهداء وهؤلاء التضحيات في الشارع في وادي آخر تماما. هم لا يعبرون عن هذه الثورة ولا يعبرون عن هؤلاء الذين يقدمون التضحيات الآن في الشارع السوداني. شكرا جزيلا. إذن يعني سأعود لك مرة أخرى يعني لنتحدث عن تفاصيل الآلية الثلاثية. أستاذ علي، ربما أنتم في القوى الوطنية الحرية وتغيير القوى الوطنية جلستم إلى الآلية الثلاثية، ونريد وكل الشعب السوداني الآن وكل من يشاهدنا الآن يريد أن يعلم ما يدور داخل هذه الآلية الآن التي يعقد عليها ربما الشعب السوداني وحتى السياسيين أمل كبير في أن يتحرك الوضع السياسي لنخرج من هذا المشهد المرتبك. طيب شكرا جزيلا. قبل ما ندخل للقائنا بالآلية الثلاثية وفي ماذا تعمل وماذا عدت للشعب السوداني في تحقيق التوافق السياسي، خليني أبدأ لأنه النقاط أثيرت فالضيوف الكرام تحدثوا فيها، فبعض المفاهيم عندي عليها ملاحظات بعد ذلك نخش في موضوع الآلية. النقاش يبدو أنه يعني أدير بشكل بتاع قريب للهيكلة والإقصاء والشرعية، الدعاء الشرعية وحياة ذي، وما أظن دي المشكلة بتاعت السودان. مشكلة السودان حسب رؤيتنا إنها مشكلة إنتاج مشروع وطني. هذه المشكلة من 56 ده الشيء اللي خلانا إحنا ما متوافقين على دستور دائم في هذا السودان، لأنه شكل المشروع الوطني أجهض خلال التجارب الديمقراطية المرابعة الشعب السوداني كان نتاج، لأنه والله كل فترة ديمقراطية سيطر عليها بشكل سياسي ما بديك ملامح المشروع الوطني السوداني. يعني إذا مسكنا مثال فترة بتاع 30 سنة فترة الإنقاذ، المشروع الحضاري المزعوم أو اللي بسميه مشروع الظلامي ده مشروع مستمد من أيديولوجي عابر للحدود، يعني ما شكلوا الشعب السوداني، بالعكس كان مفروض على الشعب السوداني لكن كانت فيه عاطفة الدين، يعني جابي شكل مغلف بعاطفة الدين، والشعب السوداني شعب عاطفي وشعب محب للتدين، لذلك انخدع بهذا المشروع المزعوم. أنتج صبر الشعب السوداني 30 سنة عشان يقول رأيه في إن والله نحن
كشعب سوداني ده ما مشروعنا اللي بيعبر عننا واختلافاتنا العرقية، اختلافاتنا الثقافية، اختلافاتنا السياسية. فبالتالي كل من ناصر هذا المشروع وكان جزء منه ومؤمن بهذه الدولة المزعومة، ده بالتالي بالضرورة إنه هو غير مؤمن بتحول ديمقراطي بأسس لمشروع وطن حقيقي. إذا جينا في الفترات العسكرية كلها كان محركة أحزاب عندها امتدادات أيديولوجية عابرة للحدود، الأحزاب اليسارية الأيديولوجي بتاعها عابر للحدود، لذلك ما قدرت الديمقراطيات اللي تلت هذه إذا مارس أبريل 85 أو ثورة أكتوبر كلها ما قدرت تعبر أو ما قدرت تنتج مشروع وطني يعني يشبه الشعب السوداني. النقلة الحقيقية في إنتاج هذا المشروع الذي يشبه الشعب السوداني هي النقلة التي حدثت في ثورة ديسمبر المجيدة. هذه هي الثورة التي قفزت من أشكال استلاب المشروع الوطني اللي بيشبه السودانيين إلى آفاق ثورية ممكن تحقق شكل هذا المشروع الوطني. الإنسان اللي بيجي يتكلم على إنه والله الحرية والتغيير هزمت بمعنى إنه الحدث هزيمته بالتسوية أو بفض الشراكة أو بالانقلاب، إذا اللي بيتكلم عن الحاجة دي بيتكلم والله بدون وعي، لأنه أنا بفتكر إنه الثورة السودانية ما هزمت ولا إرادة الشعب السوداني في التغيير بتشكيل مشروعه الوطني ما هزم. الذي هزم نفس تكريس العقلية اللي كانت دائرة تنتج مشروع وطني مشوه ما بيشبه تشكيلة بتاعت الشعب السوداني وما عرف يدير الخلاف والتنوع سواء السياسي العرقي الديني كل التنوع بتاع الشعب السوداني ده، إذا كانت هزمت هيكلة ما قدرت تعبر عن هذه الثورة أو شكل من أشكال الممارسة السياسية ما قدرت تعبر عن توق الشعب السوداني والشباب والثوار في الشوارع المليانين بيهتفوا باسم ومحافظين على ثورتهم وكل هذا الزخم اللي بيقول إنه والله نحن سلمنا توقنا وأمانينا في الحرية والسلام والعدالة لجهة بتمثلنا هزمت مثلا هذه الجهة بانقلاب بغيره، ده ما معنى هزيمة الثورة السودانية. الثورة السودانية والشعب السوداني تطلع لأنه ينتج مشروعه الوطني دي باقية، وده ما يراهن عليه الثوار الحقيقية. شكرا أستاذ علي. هل يظل الشعب السوداني ينتظر ثورات وثورات وثورات والشباب السوداني وأحلام الشباب السوداني، لأن المشاريع التي تتحدث عنها تبنى بالمؤسسات ولا تبنى بالثورات فقط؟ إذن سيسلم الشعب السوداني ثورة إلى النخب السودانية لتطيح بها مرة أخرى، ثم يحتاج إلى ثورة أخرى ليسلمها مرة أخرى إلى من يثق فيهم من المدنيين، ثم المدنيين يخذلونه مرة أخرى. أليس هذا ما حدث؟ أنا ذكرت إنه أنا لا دار أزيل اللبس في التناقض، يعني أصله يستحيل إنه زول يكون بأي شكل من أشكال الاستلاب للمشروع الوطني وبعد ذاك يجي أيد التغيير لإنتاج مشروع وطني حقيقي يعني. لكن بالنسبة ده مدخل للسؤال عن الآلية وحتنتج شنو. هو أنا قلت الكلام ده عشان أسس لحاجة واحدة، إنه المعني بالحوار في الآلية الثلاثية، إحنا جلسنا مع الآلية الثلاثية فولكر ودكتور ودلبات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وإيجاد نعم الآلية الثلاثية جلسنا، لكن كحرية وتغيير قوة وطنية نحن عندنا رأي مغاير وفقا لرؤيتنا نحن في تأسيس المشروع الوطني اللي نادت به ثورة ديسمبر. هو كان شكله شنو؟ إنه عشان نحن نجلس لهذا الحوار الذي يجب إنه تكون في الآلية تقدم ما يجعلنا نحن نثق في إنه مخرجات هذا الحوار يمكن أن تنتج شكل المشروع الوطني نحن بندعو له أو اللي احنا تبنيناه ككتلة من الحرية والتغيير تبنينا، وده كان خلافنا الأساسي بالنسبة للحاضنة المجلس المركزي للحرية والتغيير، إن احنا دعاء لإنتاج مشروع وطني ما يتبنى على عاطفة الكنا مساقين وحققنا بها الثورة إسقاط النظام، لكن ما أداك شنو المشروع الفكري أو المشروع الوطني دارين نبنيه عليه أساس. الآلية
وتحفظاتنا على العمل فيها إلى الآن بدأت بحوار غير مباشر. الحوار الغير مباشر تقريبا فشل لأنه قابلت فيه كثير جدا أو كانت مرحلة كثير جدا من الفرقات. لماذا وصفتها بالفشل؟ لأنه الحوار الغير مباشر كان مسبوق بحوار دعوة لحوار مباشر. الحوار المباشر يعني ما قدرت الآلية إنها تجمع الفرقاء السياسيين. ليه؟ لأنه كل عنده تحفظ على الآخر. هو ده بيجي لكلام الأستاذ إنه نحن مشكلتنا في كيف ندير الحوار بيننا، كيف الحوار ده نقدر ننتج به نحن حاجة جديدة نقدر نبني عليها مشروعنا الوطني. الآلية عفوا قدمت منهج معين في أنه يكون هناك حوار غير مباشر في مرحلة من المراحل تلتقي فيه بالفرقاء إلى الحوار المباشر بين، لذلك سميت بالمسهل لهذه العملية. نعم. طيب واحد من شروط، واحد من شروطنا نحن أو واحد من الالتزامات المفروض تتوفر عشان نحن ننتج حوار، ما هو الحوار ما من أجل الحوار، الحوار من أجل أنك تنتج، يكون الحوار ده منتج، يكون منتج. كيف نحن اشترطنا أنه هذه المخرجات لهذه الكيانات السياسية المتواجدة يجب أن تدير منصة سودانية. ليه؟ لأنه ده بيديك الصفة أصلاً اللي توجدت بها الآلية الثلاثية كميسر أو مسهل لعملية الانتقال الديمقراطي. فدي نحن ما لمسنا أي فيها أي تقدم من الآلية الثلاثية، وما لقينا ردود شافية من حيث أنه رشحت بعض الأسماء بأنها هي منصة سودانية تدير هذه المخرجات للحوار. الشيء الثاني، الأطراف الممكن أنت تدعوها لإدارة هذا الحوار، أنا داير نحن والشعب السوداني كله، وأنا ما بدعي إنه بمثل الشعب السوداني، لكن بقول واضح جدا في الفضاء الثوري والفضاء السياسي في الشعب السوداني، شعب قام بثورة عظيمة، ثورة أحدث التغيير. طيب التغيير ده ما بيتماشى منطقيا في إنه أنا مؤمن بتغيير داير أعمل به مشروع وطني، في نفس الوقت أنا كنت جزء من مشروع آخر مبني برضو على الكلام اللي أنا قلته بيلك، اللي هو المشاريع المبنية على الأيديولوجيات العابرة للحدود وغيرها، المسج المشروع الوطني الحقيقي. شكرا. إضافة لذلك نقطة أخيرة بالتفصيل، اللي هي موضوع بتاع التهيئة للمناخ السياسي لإدارة هذا الحوار، وده فيه خطوات مشت، لكن نحن كنا نتطلع إنه سلمية المواكب وتهيئة الأجواء لإدارة حوار منتج. أستاذ محجوب، يعني إسقاط كل هذا الحديث على ما يدور الآن في الشارع، شارع مصر وله كلمته التي يقولها كل يوم، ربما يقدم شهيد في كل يوم لتثقل هذه الفاتورة حتى على السياسيين وعلى النخب وعلى العسكريين وعلى هذه والمدنيين أيضا، وكل هذه المسؤوليات التي تتعاظم بشكل يومي. أريد أن أسأل فيما يخص الآلية، في تقييمك الآن، هل للآلية منهج واضح في إدارة هذا الحوار ليكون حوار غير مباشر لينتج ثم يكون حوارا مباشرا بين السودانيين؟ كويس. دعيني أولا، مسألة العنف ومسألة قتل المظاهرين أمر مؤسف وأمر مدان وأمر غير مطلوب في هذه المرحلة. نعتقد الثورة السودانية الآن مستمرة وهي ممتدة، ولم تكن هذه الثورة نتاج عام أو عامين. أعتقد هذه الثورة امتدت وبدأت منذ انقلاب الإنغاز على الحكومة الديمقراطية الثالثة، وهذه الثورة أيضا هي امتداد لثورة الضحايا الإبادة الجماعية كما نسميه دائما، هي امتداد لثورة الضحايا الإبادة الجماعية، بدأت في الريف السوداني وانتقلت، ومن ثم التحم الريف مع المدينة، ومن ثم أنتجت الثورة السودانية التي تشكلت أعمدتها ولاءاتها وعنوانها السياسي في القيادة العامة. وهذه وأعتقد مسألة القيادة العامة أنتجت أول مثاقفة وطنية سودانية في التاريخ السياسي السوداني الحديث بين السودانيين، وهذا أمر غير ليس موجودا في السابق. هذه الثورة تختلف عن الثورات السودانية التي أنتجها الشعب السوداني خلال فترة ما بعد الاستقلال وفي الستينيات والثمانينيات. هذه الثورة متطلباتها واستحقاقاتها تختلف شكلا ومضمونا عن كل الثورة الماضية. هذه ثورة هي تأسيسية للوطن. هذه الثورة بالضرورة أن تكون ثورة تأسيسية.
ثورة تقوم على قطيعة ما بين الدولة الأولى التي عجزت السودان القديم والسودان الحديث الذي يأمل إليه ونأمل نحن جميعا بما فيه القوة الشبابية في هذا الوطن. ثورة تؤسس لوطن حديث، وطن يقوم على عقلانية جديدة بين السودانيين في إدارة اختلافاتهم، تنوعهم الثقافي الاجتماعي الفكري، يقوم على حرية التعبير، على المواطنة الحقة، ومعالجة خلل هذه المواطنة. هذه الدولة عطلها الأساسي في مسألة خلل المواطنة، العلاقة ما بين الفرد السوداني وما يسميه بمؤسسة الدولة العاجزة تاريخيا في السودان. الأمر تطور إلى أن وصلنا اليوم عبر الآلية الأفريقية التي ذكرتيها. هذه الآلية الأفريقية جرى التاريخ السياسي السوداني القديم أو منذ الاستقلال اليوم أن هناك آخر خارج الحدود يأتي عبر مؤسسات، عبر الدول، عبر شخصيات لمساعدة السودانيين في حل اختلافاتهم، وهذا مقابله هو عجز السودانيين في حل اختلافاتهم. نتاج لماذا؟ نتاج لعدم إيمانهم بقدرة الاختلاف، أيضا بعدم احترامهم لمبدأ الآخر، مبدأ حرية الآخر ووعيه وتفكيره في ثقافته ومعطياته. هناك وحادية قائمة على الإقصاء، قائمة على التهميش، قائمة على الإلغاء إن شئتي. هذا النادي الذي تشكل تاريخيا في السودان يعمل على ثالوث محدد. هذا الثالوث هو الاستيعاب، إن أردت يتم استيعابك في تلك المنظومة أو دمجك في تلك المنظومة أو إلحاقك في تلك المنظومة، ولكن لا يمكن لك أن تشكل آخر من هذه المنظومة، ومن هنا يحصل التضاد. نحن الآن تشكلنا ثنائيات كلها ضدية، هناك حالة استقطاب في هذا الوطن، استقطاب له عمقه التاريخي، عمقه الثقافي إن أردت، عمقه الجهوي، عمقه القبلي العنصري إلى آخره من التفاصيل وكل الولاءات التحتية التي تشكل المجتمع. تحول هذا الصراع اليوم وأصبح إنجاز لي الوصف صراع إرادات اجتماعية ما بين أقطاب السودان المختلفة. هناك مركزية صدئة، مركزية ما عادت منتجة في داخل الدولة السودانية. هذه المركزية باتت هي أيديولوجيا حقيقية أدلجت نفسها في إطار مشروع محدد قائم على فكرة الهيمنة، ومن ثم احتكار كل المجال العام السياسي السوداني، وهذا أمر مرفوض شكلا وموضوعا. بماذا يعني هذا الوصف ينطبق على من، بمن تسمي هذه المركزية الآن؟ هذه المركزية تشكلت عبر نخب محددة، عبر الشخوص محددين، عبر بيوتات إنشئت محددة، وقامت على إقصاء كل الشعب السوداني. الكل في الشعب، كل الشعب السوداني هو غير منتج وفاعل وطنيا على مدى التاريخ، وهذه مساءلة مسؤولية مباشرة للنخب السياسية التي حكمت أو تولت قيادة العمل العام في هذه الدولة، ومن ثم احتكرت هذا المجال العام وبدأت تصنف وتصق صكوك الوطنية والغفران كما تريد، وأيضا أعطت لنفسها شرعية في كل شيء. لذلك السؤال الموضوعي الآن الذي يجب أن يطرح بعيد عن المفاهيم وضبط المفاهيم والعمل أيضا على تبيئة بعض المفاهيم التي ما عادت منتجة، هي مستهلكة الآن، المطلوب الآن نقد حقيقي للمنظومة المعرفية السياسية التي تدور في الدولة السودانية، من ثم التفكير بقطيعة كما قلت بين الدولة القديمة والدولة الجديدة التي تمثل الدولة التي تمثل هذا الشباب. هذا الشباب هو جيل مختلف، جيل معولم، لم يكن هو الأجيال الماضية. هذا الشباب شعب يريد الحرية، يريد المثاقفة، يريد التعبير، يريد المشاركة في الرأي العام، يريد صناعة هذا الوطن، يريد بناء دولة حديثة قائمة على قيم حديثة. هذه القيم تتعلق بالمساواة والعدالة والحرية والتنافس الحر والسلام والتسامح وحرية التعبير، وأيضا ضمغرطة المجال العام وليس دكتاتورية المجال العام، ومن ثم حراسته بأجهزة قسرية. تطورنا نحن الآن في طور منظومة الآخر أو الخارج تدخل عبر مؤسسات دولية، النافذة الأممية والنافذة الأفريقية والنافذة الإيجاد لمساعدة هذا الشعب السوداني، وأعتقد هذه محطة تاريخية يجب علينا أن نستثمرها بشكل حقيقي. يبقى السؤال الأساسي، إلى أين نحن نريد أن ننتقل؟ إلى أين نحن نريد أن ننتقل؟ ننتقل إلى معالجة الامتداد للسودان القديم أم إنتاج دولة وطنية جديدة؟ هذا يعني الشعب السوداني الآن بحاجة إلى ترتيبات وطنية جديدة،
تؤسس لهذه الدولة، ومن ثم أيضا محتاج لمبادئ تأسيسية جديدة لهذا الوطن. يبقى الحوار يجب أن يتجه في هذا المنحى وليس في إعادة إنتاج حقل التسويات وإنتاج الامتيازات، لأن هذه تلك الثورة أيضا هي ثورة ضحى الشعب السوداني من أجلها، ولكن في نهاية المنعطف تم تدجيج تلك الثورة أو تم احتوائها في إطار كما أشرت في إطار عملية التسوية التي سميت هي وثيقة دستورية، لم تعبر عن شارع المقاومة، لذلك حصل الانفصال بين المقاومة السودانية والوثيقة الدستورية، فجأة حصل الانفصال وحصل التضاد والتصادم إلى أن وصلنا إلى هذه المحطة. إذن علينا نحن الآن هذه المحطة عفوا للمقاطعة، هذه المحطة التي تتحدث عنها الآن، نحن الآن في مشهد سوداني سياسي مختلف تماما. كنا نتحدث عن ثورة ديسمبر ونتحدث عن وثيقة دستورية ونتحدث عن حاضنة سياسية ونتحدث عن رئيس وزراء، هذا ليس موجود الآن، ودستوريا الآن لا نحتكم إلى ما بعد الثورة، هذه قرارات استثنائية نحن الآن السودان يحكم بها، ربما رفعت حالة الطوارئ جزئيا إن كان كل الشعب السوداني مطلعا على قرار رفع الطوارئ السياسية السابق، هو رفع للطوارئ السياسية بعضها، ولكن أبقي على الطوارئ الاقتصادية والطوارئ ربما الأمنية. ما أتحدث عنه هو عودة جزء كبير من عناصر النظام السابق وحتى قيادات النظام السابق الآن موجودون بالبلاد، ربما انفتاح على بعض الأحزاب الوسطية وغيرها من المكونات والإدارات الأهلية وغيرها، هذا هو الشعب السوداني. وانتقلت الحاضنة السياسية إلى مربع المعارضة وخروج بعض الأحزاب عن المشهد السياسي، هذا المشهد بأكمله والشارع يقول قوله ربما لا يتفق حتى مع أحد الآن، يحاول النخب السياسية ويحاول السياسيون أن يلتحقون بالشارع ولكنهم الآن موجودون في المنتصف. كيف توصف كل هذه الحالة ونحن نتحدث عن آلية ثلاثية موجود فيها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وإيجاد لتقريب وجهات النظر، كيف نقرب وجهات النظر لحاقم بالشارع والثورة السودانية وشعارات الثورة السودانية، أم ربما طريق ثالث؟ أعود وأقول وأجدد، مسألة شعارات المقاومة السودانية هو شعار مقدس ينتج دولة حقيقية، وأعتقد هذا هو استحقاق ثوري بالضرورة أن يقع أيا كان شكل السيناريوهات الآن التي ذكرتيها. هناك عطف في الدولة، هناك خلل كما أشرتي، أدى إلى بعض التحول الأخير، أدى إلى بعض دخول بعض الأطراف الغير مقبولة ولا تعبر عن هذا الشارع، ولكن هذا يعود أيضا لهذا الحقل العام وأدواته. هذا الحقل العام تاريخيا يعمل على، لا يعمل بصيغة التكامل، يعمل بصيغة التنافسية وصيغة التضاد، هو الذي أنتج هذا الواقع. لذلك القول الآن يجب أن يتمحور حول نقطة أساسية، هو الاستحقاق الوطني الثوري الذي يجب أن يقع في السودان. هناك قوة الآن ممثلة هو الحرية والتغيير والتشكيلات المختلفة، هو المقاومة المسلحة، هو العنف بين في الدولة، إضافة إلى جزء من القوى الوطنية الأخرى. ماذا تقصد بالقوى الوطنية الأخرى؟ القوى الوطنية الأخرى على الأقل القوى التي لم تشارك النظام السياسي السابق والتي ليس علينا أو ليس هناك تحفظ عليها. أعتقد هناك قوى وطنية أيضا موجودة في الشارع السوداني ليست بالضرورة هي قوى سياسية، هناك قوى أهلية، قوى تنظيم، قوى نقابية إلى آخره. كل هذه القوى الآن مطلوبة لإدارة حوار وطني، مفتاح السر هو إدارة حوار وطني ومساعدة هذه الثلاثية، ولكن وفق أجندة وطنية وليس أجندة تتعلق بتسوية الامتيازات وإعادة إنتاج الامتيازات، لأننا الآن أمام ورطة تاريخية يتعلق بإنتاج وطن لا يتعلق بامتداد للوطن القديم الذي ترهل، والآن في اعتقادي ذاك الوطن القديم سقط، عمليا سقط. نحن الآن في مرحلة إعداد لوطن مغاير بالضرورة ويجب أن يقع، هذه أعتقد هو الاستحقاق المحوري والأساسي لكل شعب المقاومة في السودان. شكرا جزيلا أستاذة الشراقة، ربما استمعنا إلى وجهة نظر سيد محجوب وأيضا أستاذ علي، ولكن دعيني أبدأ قبل أن أدخل في الثلاثية، الآلية الثلاثية وكيف التقيتم بها، دعيني أعود مرة أخرى إلى تنسيقية أو ما عرف بربما يعني
رأب الصدع الذي حصل بين الاتحاديين بين الحزب الاتحادي بأقسامه المختلفة واللقاء الشهير بدولة مصر العربية، وربما عاد الحزب الاتحادي مرة أخرى إلى المشهد السياسي بشكل فاعل وشكل كبير، ثم لقاءكم بالآلية الثلاثية، وإن كان هناك ما ترينه يدفع العملية السياسية إلى الأمام بشكل أو آخر. طيب إحنا بالأحزاب الاتحادية يعني نجحنا في بعض الإشكال الذي يقع فيه كل الشعب السوداني الآن، وهي مشكلة الانشقاقات السياسية والتفرق السياسي بين القوى السياسية. ووقعنا اتفاق لوحدة تنسيقية بين 7 أحزاب اتحادية قبل عام من الآن، والذي تم في القاهرة هو مرحلة فقط من مراحل هذه الوحدة، تمت بحضور مولانا السيد محمد عثمان المرقني رئيس الاتحاد الديمقراطي الأصل، وبناء عليه قدمنا مبادرة، اتفقنا على مبادرة تقدم لحل الأزمة السودانية، وقدمنا هذه المبادرة مشتركة باسم التنسيقية الاتحادية، قدمت إلى الآلية الثلاثية، وهي الآن بين يدي الآلية الثلاثية. وأفتكر أنه الآلية الثلاثية إذا كان هنالك من حديث عنها، وهي تقريبا دي من التجارب الآن النادرة أن تلتقي 3 جهات لتشكل آلية ثلاثية لحل أزمة في واحدة من بلدان العالم. يعني في تجارب يعني بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في ليبيا مثلا، في أفريقيا الوسطى، في الصومال، في بعض دول العالم كانت في تجارب سابقة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. انضمام الإيجاد أيضا الآن إلى الثنائي يمثل تجربة جديدة، أنه ثلاثي بمعنى أنه فعلا في مجهود تم من عدة أطر عالمية وإقليمية. وطبعا في البداية نحن بنفتكر أنه الاتحاد الأفريقي هو الذي بدأ المشوار نحو تحقيق الوفاق أو استقرار الفترة الانتقالية، وللأسف الاتحاد الأفريقي لم تساعده يعني القوة التي وقعت الاتفاق في أن يكون هذا الاتفاق جيد وشامل ويشكل ديمومة ونجاح للفترة الانتقالية، ففشلت تلك الدولة بتوقيع تلك الوثيقة يعني. لكن أنا أفتكر أنه الاتحاد الأفريقي كان ما زال لديه الدور الأكبر في أنه يستطيع أن يفعل شيء. لو نلاحظ أنه في مارس بدأت اليونيتامس بقيادة فولكر وحدها مجهود حل الأزمة، وبدأ الاتحاد الأفريقي وحده، ثم التقت الآليات مع بعضها. في البداية هذا المنهج كان منهج خاطئ، منهج أن تعمل اليونيتامس وحدها بدون الاتحاد الأفريقي، لأنه إحنا دولة تتبع للاتحاد الأفريقي، وبالتالي لا يمكن مباشرة للأمم المتحدة أو لنفسها أن تشتغل مباشرة دون وجود الاتحاد الأفريقي، مما يشكل ربما عزلة عن بعض لهذه المنظمات عن بعضها البعض، ويؤدي إلى يعني عدم اكتمال أدوار أو نجاح في هذا الشأن. المانديت أو المرجعية التي قامت عليها اليونيتامس هي المساعدة، هذا هو النص الذي ورد في قرار مجلس الأمن. وعندما طلب الدكتور حمدوك تشكيل هذه الآلية من مجلس الأمن حتى تساعد في الانتقال الديمقراطي، لديها 4 أو 5 أهداف محددة: المساعدة في الانتقال الديمقراطي، تحقيق السلام، المساعدة في الدي دي آر اللي هو نزع السلاح وإعادة الدمج والتسريح، والمساعدات الإنسانية، تقديم المساعدات الإنسانية. لا ينبغي على اليونيتامس أن تركز فقط على المساعدة في الانتقال، وحتى الانتقال لا يجوز أن يتعدى حدود المساعدة، وهذه هي المشكلة التي يدخل الآن الناس مع السيد فولكر واليونيتامس فيها يعني تحديدا، إنه أحيانا يتم تجاوز لبند المساعدة إلى يشعر الناس أو يكون هنالك إحساس بالوصايا، وهذا يدخلنا في إشكالية السيادة وسيادة الشعب السوداني ولا آخره. مطلوب الآن من الثلاثية حتى تنجح أن تتقيد تماما بالمساعدة، بمعنى أنه يكون الحوار سوداني سوداني، وهي تكون فاسيليتيتر أو مسهل أو مساعد لهذا الحوار. وأعتقد وجود الاتحاد الأفريقي ووجود الإيجاد سيساعد كثيرا في هذا، وقد تبيننا في المرحلة الأخيرة بعد مقابلات كثيرة جدا مع الاتحاد الأفريقي ومقابلات مع الآلية الثلاثية، تبيننا أن الاتحاد الأفريقي الآن دور إيجابي كبير جدا،
والاتحاد الأفريقي يتمثل في ماذا؟ يتمثل في الآتي. الاتحاد الأفريقي تعلم تماما من الدرس الذي مضى بتوقيع الوثيقة الإقصائية. والسيد الدكتور ودلوبات محمد الحسن ودلوبات كتب في كتابه حديث يعني أنا كنت قد أشرت إليه في مقالات كثيرة سابقة، حديث خطير للغاية، يعني إنه هذه الوثيقة التي وقعت، كتب هذا الكتاب بعد توقيع الوثيقة، هذه الوثيقة التي وقعت تم فيها إقصاء لبقية الشعب السوداني، ولا يوجد حق دستوري يمنح الطرفين المجلس العسكري أو الحرية والتغيير أن يوقع على وثيقة فيها هذا الإقصاء للشعب السوداني. لاحظ هذا الذي كتب هذا الحديث نصا كتبه مبعوث الاتحاد الأفريقي الذي أشرف أو الذي كان وسيطا على هذه المباحثات، بمعنى أنه شاهد أساسي على الإقصاء. وأفتكر أنه هذا الحديث فيه إدانة كبيرة جدا للطرفين، جانب العسكري والحرية والتغيير، وبالذات الحرية والتغيير، لأنه الذي كان يصر على الإقصاء، الذي كان يصر على إبعاد الشعب السوداني، الذي كان يصر على المحطة، والذي تسبب في خلاف سياسي في المحطة السياسية في أثناء وجود الدكتور حمدوك هو الحرية والتغيير. وأرجع وأقول أن استغالة الدكتور حمدوك لم تكن، نحن نكون يا جماعة نشهد شهادة للتاريخ، لم تكن بسبب الجانب العسكري أكثر من أنها بسبب الجانب المدني وخلافات المدنيين وخلافات الحرية والتغيير التي عطلت عمل الدكتور حمدوك ولم تمكنه من أن يفعل شيئا، حتى اضطر أن يعمل أن يخطط لتكوين الآلية أو خارطة الطريق. ولكن استقالة الدكتور حمدوك جاءت بعد يعني إجراءات 25 أكتوبر والتي رفضها وتحدث ذلك علنا في استقالته. وقبل الاستقالة الدكتور حمدوك هدد كثيرا باستقالته، وهدد بالابتعاد عن المشهد، وكون خارطة الطريق، وجاء كون آلية. المدهش في آلية حمدوك كونها لو تذكر من 76 أو 73 قيادي من السودان، أدخل فيها أحزاب، حاول يحل أزمة النقص في الوثيقة الدستورية اللي حصلت، وأدخل فيها عناصر كانت تتبع للمؤتمر الوطني. وحتى لما سئل قال يا جماعة نحن ما حنقدر نبني سودان إلا كده، ديل إدارات أهلية، ديل إدارات أهلية بيكونوا موجودين داخل كل النظام، قال الكلام ده في المؤتمر الصحفي. وأدخل شخصيات أخرى، قام الجانب المجلس المركزي بالحرية والتغيير قام بتحطيل إجراءات حمدوك، وعطل رئيس الوزراء عن عمله التنفيذي كله، والدكتور حمدوك عجز عن أنه يفعل شيئا، وبعده جاءت قرارات الـ 25 الحرية والتغيير. موجودة معنا أستاذة إشراقة، دعينا نسمع وجهة نظرها أيضا حول ما كل الإفادات التي أدلت بها أستاذة إشراقة، بالإضافة إلى حديثي بأن ذكرت أستاذة إشراقة بأن الاتحاد الأفريقي داعم الآن وموجود، ولكن أصوات أخرى من المركز الحرية والتغيير تتحدث أن دور الاتحاد الأفريقي الآن مربك للمشهد ربما، والآلية الثلاثية الآن تربك، بهذه العبارة تربك المشهد السياسي. طيب أنا أرجع تاني للكلام الأول عشان نحن نحرر، يبقى الموضوع ليس صراعا حول الشرعنة وصراعا حول المساومات و ليس صراعا فقط لزمن الضيق زمن الحلقة، نحاول أن نرد على بعض لازم تأخذ زمن أنت أنا داري أوضح فكرة فقط معينة. عشان في نقاط بس أستاذ إشراقة ثم كويس. على سؤال عشان الآلية الثلاثية اصلا المانديت بتاعه هو انتقال او دعم تسهيل الانتقال الديمقراطي. طيب الانتقال الديمقراطي ده من شنو يعني؟ انتقال ديمقراطي من دوله لدوله جديده، هو ده الشارع بيتكلم عنه. اذا كنت انا دار اعمل انتقال ديمقراطي واسهل انتقال عمليه بتاعت انتقال ديمقراطي لزول غير مؤمن بهذا التغيير في شكل الدوله بهذه الثوره، دي واحدة من الحاجات اللي احنا من المآخذ اللي احنا بنعاكس عليها العمل الآلية الثلاثية نفسها. والشيء الضروري اللي انا داري انبه له انه يا جماعة يبدو شيء الصراع ذاته صراع بتاع لازم تكون اكثر وضوحا، يعني انا ما فهمت. انا مقبل لو انت خليتيني انا كملت كلامي، انا بقصد انه انا قلت شكل الدولة الوطنية الساعة الثورة دي لإنتاجها مغايرة لكل الأشكال بتاعت المشاريع الوطنية أو الشموليات الأنظمة الشمولية السابقة، لأنه شكلها كان مستلب شكل أستاذ علي. هذا مفهوم، ولكن لم أفهم ليفهم المشاهد من الذين تقصدهم بأنهم غير مؤمنين بالانتقال الديمقراطي وهم الآن موجودين في المشاهد. بالضرورة كل إنسان بنادي بأنه مفروض تموضع
في عمل سياسي في ظل هذه الفترة أو في الفترة الانتقالية، ده بالضرورة يكون هو متسق مع عملية الانتقال الديمقراطي عشان تشمل عملية الجند اللي هي جات تسهل هذه الآلية. وده بالضرورة فيه تناقض كبير جدا لزول أصلا كان جزء من شكل الممارسة السياسية السابقة. يعني أنا في الحتة دي بشوف إنه التناقض ده هو الذي يحدث هذا الارتباك. ليه؟ لأنه الحرية والتغيير ليست حزب واحد، حرية التغيير أحزاب كثيرة. صحيح إحنا عندنا كحرية والتغيير قوة وطنية عندنا مآخذ على ممارسة المجلس المركزي في تعاطيه للحاضنة السياسية، بسبب إنه أي حاضنة سياسية لابد لها من حاضنة اجتماعية. والحاضنة السياسية نحن لما خرجنا من المجلس المركزي قلنا بكل صراحة إنه والله الحاضنة السياسية كان شكلها نخبوي بعيدة جدا عن الحاضنة الاجتماعية السودانية، وده كلام قلناه بالواضح. هذا الكلام لا يعني بالضرورة إنه الذين لم يؤمنوا بموضوع ما هو، أنا كسياسي ما بحاكم بأقوالي لكن بأفعالي التي تنتج مواقف سياسية. ولذلك نحن إذا احترمنا مواقفنا السياسية بنلقى إنه ما في رباك لعمل هذه الآلية، لأنه يزول بيعرف إنه والله ما خلاص أنا شاركت 15 17 سنة في نظام جاد عليه ثورة جديدة، خلاص المساحة الآن للذين يؤمنون بهذا الانتقال الديمقراطي نديهم فرصة، بدل نحن نشارك في تقوية هذه الثورة بتخوين أحزابها أو بتخوين القوة الثورية اللي قامت فيها بالإقصاء أو بغيره. دي كلها محاولات ما بتخدم هذه المحاولة اللي هي قاعد تسهل فيها الآلية الثلاثية بأن نحن ننتج حوار حقيقي. يعني حوار الحقيقي ده مبني على شنو؟ مواقف جعلت شكل الشرعية لهذه الأحزاب التي تتسق مع المانديت الجادة والآلية الثلاثية. لكن إذا نحن دارين ندخل في أنه الحاضنة السياسية الحرية والتغيير أقصت ولم تقبل الحوار ولم تقبل، لا، الحاضنة السياسية للحرية والتغيير أو المجلس المركزي للحرية والتغيير نحن بنقول أنه إدارة الحوار المنتج عبر هذه الآلية، أصلا الحوار هو مبدأ الحرية والتغيير القوى الوطنية من البداية، لأنه نحن بنؤمن بأنه والله اللاءات يعني شراء المواقف من الشارع، اللاءات دي مواقف غير منتجة. نحن سياسيين يعني، ما هو الشارع ده خرج بعاطفته وسقط نظام يتولد حاضنة سياسية تمثيل هذا الشارع. طيب إذا أنا اشتريت مواقف بتاعت لاءات وجيت دائرة ساوم بها سياسيا، رجعنا تاري للمربع اللي بيبني شكل الدولة ذاته على الموضوع بتاع المحاصصة. أستاذ علي ونحن نصف دقيقة، لأنه نحن زمننا بتاع الحلقة انتهى للأسف الشديد. هل هذه الآلية في تقديرك ستنجح في تخطي هذه العقبة وإنتاج حوار سوداني سوداني؟ والله إذا كانت هذه الآلية جادة في أنها تنتج هذا الحوار وهذا التوافق السياسي، فعليها أن تبني تمد جسور الصيغة بتبني هذا العمل ومخرجاته لمنصة سودانية. شكرا جزيلا. شكرا يا أستاذ هذا شراقة. هل لمست من هذه الآلية تقدما في اتجاه الحوار السوداني سوداني؟ بالأمس سمعنا التصريح للسيد فولكر يقول فيه أنه العملية السياسية ستمضي دون الاستماع للآراء الرافضة. وأنا أفتكر ده تصريح إيجابي لكل الأطراف التي ترفض، بمعنى أن عملية الحوار يجب أن تمضي بكل الشعب السوداني اللي موجود في الثورة أو اللي بتمنحه الحقوق السياسية والحقوق المدنية والحقوق الغنية، بتمنحه المشاركة في رسم خارطة مستقبل الوطن، يجب أن يكون موجود في هذا الحوار، ومن يرفض يجب أن يتخطاه غطار الحوار. شكرا جزيلا. سيد محجوب في كلمة أخيرة، يعني مستشار السيد البرهان قال بأنه لن مثل هذا الحديث مثل هذا التصريح لن ننتظر ربما المتخاذلين أو الذين لا ينضمون إلى الحوار، وسنهيئ المجال إلى انتخابات قبل 15 يونيو. آسف. أنا شخصيا لما عفوا ما أعتذر ولا يهمك. شكرا جزيلا. إذن يعني
دولة جنوب السودان أيضا وساطة مرحبة صحيح يمكن أن تساعد وساطة هي وساطة جنوب السودان هي أيضا مبادرة وهناك عدد من المبادرات. نشكرك أستاذ محجوب حسين القيادي بالجبهة الثورية، سنعطيك فرصة أخرى إن شاء الله لتقول حديث في زمن آخر، وأيضا أستاذ علي الشريف القيادي بالحرية والتغيير القوى الوطنية، أستاذ إشراقة سيد محمود رئيس الهيئة القيادية للحزب الاتحادي الديمقراطي، مرة أخرى تحية أستاذ عثمان أبو راس الحزب البعث الاتحادي الأصل الذي كان ربما يجب أن يكون موجودا معنا داخل هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عما يدور الآن في المشهد السياسي والآلية الثلاثية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وإيجاد التي تحاول أن تحل وتسهل المشهد السوداني الآن بين الفرقاء بين الفرقاء السودانيين الآن، وربما بين كل هذه المتناقضات هناك تصريح للمؤسسة العسكرية بأنها ستهيئ المناخ الانتخابات قبل 15 يونيو، وآخر مواقف الحرية المركزي رفضت آخر اجتماع فني مع الآلية لوجود ربما الطرف الآخر. أحييكم مرة أخرى وأحيي كل الذين شاهدونا في هذه الحلقة، إلى لقاء آخر الاثنين المقبل من حديث الناس، شكرا جزيلا.